بونجور أليكسي. صباح الخير، يعطيكم العافية. انت كمان عم بيقول الزوج God help me please. قلت له زوجي ليه عم بتصلي بالانجليزي؟ قال لها لانه بدي المساعدة بالدولار. ما هيك عملي الصعبة. أليكسي، بعرف انه مع الاسف راح عنا ضحيتين كمان امبارح بحوادث السير. شو عنا ارقام جديدة؟ اكيد احصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 27 حادث، 32 اصابة، كان في من ضمنهم 3 حالات حرجه. بيروت 4 حوادث، 5 اصابات. جبل لبنان 11 حادث، 14 اصابه. لبقى حادث واحد، اصابه واحده. الشمال 7 حوادث، 9 اصابات. والجنوب 4 حوادث و4 اصابات. تتوزع انواع الحوادث بين موشات، دراجات هوائيه لاول مره، دراجات ناريه، سيارات وشاحنات. اما الاسباب انقسمت بين سرعه مصدر الهاء، مشاكل ميكانيكيه وانزلاقات. اما بالنسبه للمهام اللي قامت فيها فرق الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر، سجلت 400 مهمه موزعين على 223 حاله طوارئ، 160 نقل مريض عادي و17 نقل مريض من مستشفى الى اخرى. هذا كل شيء، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك أليكسي، لكل عناصر الصليب الاحمر اكيد.